مكتبة البنك عاملة ايه؟ ايه ده؟ في حد كسف في الزمان ده؟ يا استاذ باسم، الانسة منال ما بتحبش تسمع الكلام ده. وانا قلت حاجة عيب لا سمح الله؟ انا هبقول لها وردة، وهي وردة فعلا. اللهم طولك يا روح. وردة ايه يا استاذ باسم؟ واحنا في مشتل؟ وبعدين الانسة منال خطيبتي. يا سلام، وردة تتخطب لنخلة. طب يا اخي قول لها تخف من سهمها اللي بترميها بعينيها دي شوية. تعرفش الدكتور امير عايزاني في ايه؟ لا انا ما كنتش عاوزاك عشان كده الحقيقة. بخصوص العملاء انا بتصرف معاهم في حدود لوائح البنك. لا برضو انا عاوزاك الحقيقة في حاجة شخصية. شخصية؟ تحت امرك. هو الحقيقة الموقف يعني محرج وحساس شوية، وإلا ما كنتش كلمتك فيه. بس الباشمهندس قريبي اللي كان بيدور على شغل، كنت عايزاك يعني لو تقدر تساعدني تلاقي له شغلة وبسرعة. انت مش كنت معزومة الأسبوع اللي فات عند الدكتور فخري باشا علام في عيد ميلاد بنته؟ مين اللي قالك؟ لو عايزة تعيني حد وكيل وزارة تكلمي هو. عرفت منين إن أنا كنت معزومة في عيد ميلاد بنته؟ الدكتور فخري علام وده دهاني محرمه، ناس كمل بيخدموا اللي يعرفوه واللي ما يعرفوش. لو قصدتيهم في حاجة زي دي تأكدي إنها اتحلت. لو عايزاني أنا أكلمه. لا خلاص متشكرة قوي يا أستاذ باسم. تحب إن اتصل بيه دلوقتي؟ لا خلاص أنا هتصرف. أي خدمة، لو عوزتي أي حاجة كلميني. طيب متشكرة قوي. ابقى سيب التقرير بتاع البنك المركزي مع الأستاذ أنور بر. أنا ما بقتش صغير وأنت عارفة كده كويس. أنا حشت عنك حاجة؟ لكن لمصلحتك لازم أعرف بتودي فلوسك الكتير دي فين. محدش أنا يعرف مصلحتي أكتر مني. خالك الله يرحمه اللي سبب العز اللي احنا فيه ده كله، لما بعتر في فلوسه من غير حساب مات في السجن يا حبة عيني. بس انا بقى مش خالي يا شيخ اتنيل، وانت الطول تبقى ربع خالك بلا قرف. ماما هتديني الفلوس دلوقتي ولا روح اخدهم من بابا؟ روح خدهم من ابوك. يلا يا ماما. بس يا ولد تليفون لسيادتك يا وداد هاني. مين يا شق اللف؟ دكتورة أميرة يا فندم. شفت الناس تيجي تزورني وبعدها بيومين تكلمني عشان تطلب تسليفة؟ ها وطي صوتك عشان تسمعي. ما تسمع يا ولا انا بخاف. الو، اهلا اهلا يا دكتورة. بصي من غير ما تتكلمي طلبك مجاب. ها تأمري بايه؟ لا انا مش بكلمك عشان طلب حاجة خالص. يعني انت بتسألي عليا بس؟ طبعا. وكنت الحقيقه كمان عايزه اشكرك يعني على الحفله الجميله اللي عزمتينا عليها. عجبتك؟ جدا، كانت حقيقه حفله جميله الحقيقه. لا ابدا والله، ده انا كنت يوميها مخستكه وتعبانه ومش في الفورمه. بصي انا ليا نظره في الناس، انا اول ما شفتك حبيتك، شفت فيك العزه والكرامه. انا كمان عندي عزه وكرامه. تصدقي ولا ما تصدقيش، كل النسوان اللي شفتيهم في الحفلة دول أنا معرفش فيهم ولا واحدة. يا أختي الواحدة من دول تشوفني في المول تعمل نفسها ما تعرفنيش. عارفة ليه؟ هقولك ليه. عشان أنا بمشي منورة مترقعة، مفيش مخلوق ما بيبصش عليا وأنا ماشي أدبدب زي الغزال. بالك أنت لو واحدة فيهم طلبت مني خدمة أديها لها برضو، مجراش حاجة. لكن انت بنت اصول، ما تزعليش مني يا دكتوره. انا كنت فاكراكي واحده زيهم. الا قوليلي انت بتشتغلي في البنوك برضو؟ ايوه بالظبط كده، بشتغل في بنك. بتخلصي الساعه كام؟ لا الحقيقه ماليش مواعيد محدده يعني. خلاص انا عازماكي يا اختي في مطعم الزيتونه. مطعم ايه؟ ما تقوليليش. اوعى اكل ايه وحلويات ايه وشرب ايه، بس اوعي تقوليلي لا زي بقيه النسوان، انا هفوت عليكي بالمرسيدس بتاعتي. لا ما ينفعش خالص، اصل انا لازم اتغدى مع وليد ابني بعد ما بيخلص المدرسه. مش عاديه، نجيب وليد واجيب له كمان رنا. معلش مش هينفع، خليها مره تانية. لا تانية ولا تالتة. بقولك ايه، اللي عاوز يعمل حاجه بيعملها النهارده، لكن لو ما عملهاش لا بيعملها النهارده ولا بكره. يا
على ثواني كل الدنيا هتشوفه، غير بقى ان انا هعمل لك سجاس والنمره كده جميله لكل عضو من اعضاء المجلس، غير بقى ان انا هرفع عليك قضيه زنا. عارف ليه؟ ده شرف مفهوش هزار. الست دي تبقى مراتي. حد نزل مراته؟ ما لسه خارجه من السجن يا مصطفى بيه، ترجع تاني ايه المشكله؟ ميرسي يا لولا يا حبيبتي. نتحاسب في البيت ولا في المكتب؟ لا في البيت يا روحي، يلا انا جاي وراك على طول. اسمعني، انت راجل ليك شعبيتك في الدايره بتاعتك وراجل محترم وليك بيت وليك اسره وليك اولاد، واحنا عايزين ايه؟ احنا ما لناش طلبات، طلبات مساعدة. بص حلوة قوي من هنا. جماله الحقيقي في نظرة عينيكي وانت معايا. أنور، أنت عارف إن أنا مش بحب الكلام ده. أنت ليه بتدي نفسك الحق إنك تعبري عن الجمال اللي شايفاه وبتحرميني أنا إن أنا أقول كلمة؟ عشان أنا كنت بتكلم عن الطبيعة. وأنا كمان بتكلم عن الطبيعة. أنت عارف إن أنا بعزك. تهزيني بس؟ ما أنا أصلي مش عايزاك تتصدم فيا. يا ستي أنا بحبك من ساعة ما دخلتي البنك. يعني شايفك وعارفك وبحبك زي ما انت. انت ما تعرفش عني حاجه. انا عارف كفايه ومش عايز اعرف اكتر من كده. يا انور، اصل في حاجات ما بتتقالش. يا ستي البيوت كلها فيها حاجات كتير ما بتتقالش. الله، انت عاوز مني ايه؟ عايز نتجوز. هنتجوز بايه بقى ان شاء الله؟ بمرتبنا؟ لو النيه موجوده ربنا هيسهلها. انت محوش حاجه؟ انا مش محوشه ولا مليم. يا ستي ربنا كرم اختي وخلاص اتجوزت، وابويا وامي ناس زي العسل، لو شفتيهم هتحبيهم جدا وهم هيموتوا فيكي. وقطي واسعة تعالي شوفيها، هنعمل فيها حمام خاص بينا ونبيضها ونجيب اوضه نوم جديدة. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني احنا مش هنعمل فرح؟ اختاري اجدع كوبري فيك يا مصر ونعمل لك عليه الفرح. مايو 6 اكتوبر الدائري المحور حتى كوبري غمرة، لو قلتي هو ده اشيل لك الميكروباص من عليه واعمل لك الفرح. الناس دلوقتي بتعمل الافراح على الكباري عشان توفر. اتفضل. قلت لي ايه بقى يا سيدي؟ اصل انا ما سمعتكش كويس. بتحبني وانا بحبها. يا سلام يا عيني. طب وبعدين ايه المطلوب؟ هتخطبها لي؟ اخطبها لك؟ اتفضل اتفضل. مستعجل قوي يعني؟ خطوبه بس يا بابا. طب بص، ايه رايك نستنى لما تدخل الجامعه وبعدين نتفاهم في الموضوع ده؟ اصلها حلوه ولذيذه وغنيه وهتتخطف مننا. يا سلام، حلوه ولذيذه، ده انتوا جيلي يودي في داهيه. بقول لك ايه؟ ادخل اغسل سنانك وتعالى قول لي تصبح على خير. يلا. ايه اللي انت عملتيه ده يا ست اميره؟ انت احرجتيني قدام الناس. انت اللي احرجتني، ولعلمك بقى انا مش مسامحاك. مش فاهم والله. مش فاهم، مش مسامحاني على ايه؟ انت عارف كويس قوي قد ايه انا عاوز الاقي شغل لحسين. يوه، تاني حسين. لعلمك بقى انا ما قبلتش العزومه دي غير علشان اشوف اذا كانوا يقدروا يساعدوه ولا لا. وانت عملتي له قليل، انت عملتي له كتير. مش قادر افهم انت ليه قلت كده. لان انا يا اميره ما عنديش استعداد اخسر الناس دول. الناس دول هم اسياد العصر اللي هيرجعوا لي امجاد اجدادي، ومش عايز حسين ولا غيره يعكر علاقتي بيهم. طلبات القروض فين يا انور؟ انا مش لاقياه. لسه ما نزلتش على السيستم الجديد يا فندم. ليه كده؟ دول بقالهم مدة. لو حضرتك كنت كلفتيني بيها من فترة كان زماني حطيتها. طيب معلش لو سمحت يا انور، انزلي المخزن وهات لي طلبي. حاضر. على اي فرع؟ على فرع البنك بتاعنا هنا. لا هنا لسه حضرتك شغالين على السيستم القديم. الفروع زي ما حضرتك عارفة بتبعت الطلبات للمركز الرئيسي وبعدين احنا بنبعت المطبعة. طيب معلش خلاص اتفضل انت، ميرسي قوي يعني. دكتورة أنا ومنالها هنتجوز. وهي وافقت؟ اه طبعا، بس هي قالت لي أقول لحضرتك. وتقول لنا ليه؟ مش عارف، بس هي مصممة. طيب وما سألتهاش هي مصممة ليه يا أنور؟ بصراحة احنا الاتنين بنحترم رأي حضرتك. الحقيقة يا أنور أنت إنسان طيب وفعلا ليك معزة خاصة عندي. بجد؟ دي حاجة أنا عمري ما تصورتها ولا حلمت بيها. لا طبعا، انت فعلا انسان محترم وكفء ومخلص وتعرف يعني ايه مسؤوليه. ومش عاوز انا اتجوز. لا مش الفكره، بس يعني انا قصدي انه تعتقد يعني جوازك من منال
ممكن تبقى جوازه ناجحه؟ اه طبعا، احنا بنحب بعض. معلش هسالك سؤال كده، يعني ما لاحظتش ردود افعال منال تجاه الجنس الاخر؟ على فكره منال بنت شريفه. اعوذ بالله، انا ما قلتش انها بنت مش شريفه، بالعكس، بس انا قصدي يعني انها عندها مشاكل نفسيه. ومين فينا ما عندوش مشاكل نفسيه يا دكتور؟ بصراحه انا عايز اعرف انت معترضه على جوازي من منال ليه؟ لو ما فهمتش اللي انا اقصده يا انور يبقى مش هتفهم بقى. شوف يا دكتور، انا بحبها وعاوزها كده زي ما هي. طب خلاص، على بركه الله، يلا مبروك. حضرتك مش زعلانه مني؟ هزعل منك ليه؟ يلا مبروك. الو، ايوه، من فضلك اكلم الحاج فهمي عبد الشكور. دكتوره اميره فخر الدين. ايوه. الو، اهلا يا ام فهمي، ازيك؟ بقول لك ايه، معلش انا الظهر اتلخبطت بقى كده. مش هينفع بقى، لازم تروح تاني الفرع اللي انت بتتعامل معاه وتجيب طلب تاني، بدل اللي احنا قطعناه ده. لا لا، بقول لك ايه، ما تملهوش بقى الا لما نكون مع بعض، ماشي؟ ايه؟ اكون رايح فين يعني يا ماما؟ رايح اقعد على القهوه شويه. طب يا ابني اللي انت هتشربه على القهوه انا اعمله لك هنا. طب ما انا حاسس ان انا مخنوق في الاوضه دي هطق، حاسس ان انا هموت. يا اخويا بعد الشر عليك، طب اقعد معايا ساعدني. اساعدك في ايه يا ماما؟ اساعدك في تقوير الكوسه اللي بتعمليها دي ولا اقعد ادردش معاكي في خيبتي؟ خيبتك ايه بس؟ ما انت يا ابني عملت اللي عليك واكتر. ما بتسيبيني يا ماما، سيبيني انزل يمكن الاقي اي حد يشوف لي اي سكه، يمكن تحصل المعجزة. أبقى دايل يا أما والنبي، يمكن أبواب السماء تكون مفتوحة النهاردة وربنا يستجيب لك. يا رب فكوني إيده. ما قلتليش قالت لك إيه؟ أنت عارفة الجامع اللي ورانا ده مين اللي بناه؟ مش عايزة أعرف يا أنور، أنت ليه بتتهرب من السؤال؟ بصراحة عشان مش لاقي إجابة. طب ما تسأل، مش يمكن ألاقي لك جواب لسؤالك؟ زي ما أنت قلتي قبل كده، دكتورة أميرة بتغير منك. أنا قلت كده؟ مش قلت لي إن عينها مني؟ لا أنا ما قلتش كده طبعًا، في الفرع هم اللي كانوا بيقولوا كده، بس أنا لما عرفتها وقربت منها وعاشرتها لقيتها أكبر من كده بكتير قوي. بصراحة هي بتقول إن الجواز دي مش هتنفع. قالت لك السبب إيه؟ آه قالت، بصراحة استغفر الله العظيم، بتقول إنك أنتِ بتبص على الرجالة. أنا ببص على الرجالة أنا؟ تعالي بس، رايحة فين؟ أنا ببص على الرجالة يا أنور. يعني أنا صدقتها؟ زي هي تقول عليا كده، أنا ببص على الرجالة. أنا مش عارف أنت مصعباها كده ليه؟ مصعباها عشان ما ينفعش تقول عليا كده، ده أنا أساساً الرجالة بتخليني أرجع. ترجعي؟ ماشي يا ستي، مقبولة منك. يمكن بس هي نفيخة وغيرانة. لا يا أنور. يلا بينا بقى، عيب، أبويا وأمي مستنيين. لا أنا مش طالعة. أنت كده بتتلككي على فكرة. لا يا أنور والله أنا ما أقصدش خالص. على فكرة أبويا ده زي البلسم، تقعدي معاه بس تتكلمي معاه وكل شيء هيتحل. ما تعفيني وتسيبني اروح. ما تبقيش نفخه بقى، دول عاملين لنا زفر وهذا قلما يحدث في بيتنا. رنا عاوزه تيجي تزورك يا وليد. امتى؟ السبت الجاي. بتتكلم بجد؟ هاني الموضوع ده ما فيهوش هزار. والله انا مش بهزر. انت عزمتهم؟ لا الحقيقه ما عزمتهمش، مش عارف، انا ما جاتليش الجرأه ان انا اعزمهم. لا من ناحيه تجيلك الجرأه، تجيلك ونص كمان. يعني اصل هو اللي حصل ان دكتور فخري اتصل بيا في المكتب بنفسه. اصل وداد مراته يا ستي واقعه في غرامك دلوقتي، هنعمل ايه؟ قال لي والله لو انتوا فاضيين يوم السبت الجاي نيجي نتعشى عندكم. قلت له اهلا وسهلا، تشرف، احنا فاضيين. وشرفك ان انا هبقى فاضي. انت مش فاضيه تقابل الدكتور فخري؟ انت عارفه الدكتور فخري ده مين؟ الدكتور فخري ده يشتريك انت والبنك اللي بتشتغلي فيه. ده ممكن يرفدك انت واللي اتعرض لك. يا سلام. على فكرة أنت واخد مقلب كبير قوي فيهم. لا، أنت اللي إمكانياتك الذهنية مش قادرة تستوعب قيمة الدكتور فخري ولا حجمه. دكتور فخري ده حاجة جامدة جدا فوق خيالك. هو بس اللي متواضع هو وعيلته. يعني يتهيألك إن هم زينا كده. حيث بقى كده هيبقى سهل قوي إنهم يلاقوا وظيفة لحسين. أميرة من فضلك ما تكلمينيش تاني في الموضوع ده. لا هتكلم فيه تاني وتالت ورابع كمان. يعني أنت مستقبل حسين أهم من مستقبلي؟ أنا المهم عندي رنا هتيجي ولا لأ. يوه، أمك مش عايزة تفوتها الليلة دي. أنا أذنكم. الحمد لله، أنا أكلت أكل لدرجة إن أنا مش قادرة أتنفس. يا حبيبتي ألف هنا وشفا. اتفضلي هنا يا حبيبتي، اتفضلي. اتفضلي، أهلا وسهلا، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك.
يلا يا انور هات لنا الفاكهه هنا، وانت اعملي لي كلمه كده يا زينب، وهات لنا اعملي لنا شاي. يلا يلا. لا لا، لا شاي ولا فاكهه ولا اي حاجه خالص، انا يا دوبك استاذن بقى. تستاذني في ايه؟ ده عمتك زينب بتعمل لك حاله ام علي، انما ايه حاجات صوابعك ولا غير. انا صحيح بموت في ام علي، بس انا خلاص مش قادره اكل حاجه تانية خالص. بص يا بنتي، انت هتدوقي بس، اذا ما خلصتيش الحله كلها ما بقاش انا عمك عز الدين. في الحقيقه يا عمي انا بعد الحكايه اللي حكيتها لك ماليش نفسي استطعم اي حاجه خالص. يا بنتي الدكتوره اميره من زمن الكتب وماشيه زي ما بيقول الكتاب، ادب وعلم واخلاق، وما اعتقدش ابدا انها ممكن تكون قالت الكلام ده. ده كلام صغير يا بنتي. الفاكهه الحلوه للناس الحلوه. تسلمي. تسلمي، معنى كلامك يا بابا ان انا كذاب. لا 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 يا ابني لا سمح الله، انا اقصد يعني انك فهمت اللي عاوز تفهمه مش اللي هي قالته، وده بيحصل كتير. ما هو الناس دلوقتي بتسمع الكلام وتفهمه بطريقتها، ولما تيجي تنقله بتنقل اللي فهمته مش اللي اتقال. كل واحد بقى على قد فهمه. ما هي يا اما قالت كده يا اما انا ما بفهمش. يا ابني يا حبيبي، ابوك من زمن الكتب، كنا زمان نجيب الكتاب ونقراه ونسرح فيه ونفضل وراه لغايه ما نعرف قصده ايه. انما الزمن ده زمن التلفزيون والكمبيوتر، اللي يلحق يقفش قفشه يقفشها ويشوف غيرها. الناس دلوقتي ما عندهاش وقت تفكر. حلو قوي كده، يعني انت قصدك اني ما بفهمش. لا انا ما قصدتش كده، وما تقولنيش كلام ما قلتوش. انا قصدي زي ما عمي قال ان انت بتسمع الكلام اللي انت عاوز تسمعه بس. يعني هي ما قالتش انك بتبص على الرجاله؟ شش، انت صوتك فضحتنا. لا طبعا ما قالتش كده، هي قصدها خد بالك منال بتعامل الرجاله ازاي. ودي تفرق ان شاء الله. لا تفرق كتير قوي يا انور، هي ما حكمتش عليا، هي عايزاك انت اللي تاخد بالك انا بتعامل معاهم ازاي. وانت بتتعاملي معاهم ازاي؟ انا بخاف منهم. وبتخافي مني؟ لا في الاول بس، انما دلوقتي لا. حلو، انا بقى عايز اتجوز واحده بتخاف من الرجاله. انت برضو لسه مش عايز تفهم. انا مش غبي يا منال، فهميني وانا هفهم. اللي انت فهمته لغايه كده كويس، بس بقى شيل من دماغك بقى ان الدكتوره اميره بتحبك. ويا ترى بقى انا معزومه؟ طبعا انت اول واحده معزومه. انت يا روح قلبي، انت الشمس اللي بتنور حياتي. انت عارفه انت لما تدخلي بيتي كاني اتولدت من جديد. ها يا بكاش، انت بتجيب الكلام الحلو ده منين؟ لا بصي بقى، انا الكلام ده بيطلع من قلبي كده على طول. ينطقوا لسان. مين دي؟ دي ده دي ده دي زبونه، زبونه قضيتها بعد بكره. ايه في؟ مين الصايعه اللي معاك دي؟ ايه صايعه ايه دي؟ دي زبونه، زبونه والله. والزبونه جايه تعمل معاك ايه في الاوتيل؟ دي زبونه عندها حته ارض في حلوان وعندها مشكله، فبنتكلم مع بعض. بقى انت هتحاسبيني؟ تعرف انا بقالي قد ايه ما شفتكش؟ اتوحشتيني. انا بس انا كنت مشغول شويه الايام اللي فاتت دي. هستناك يوم السبت. انا جاي يوم السبت. بعدين تعالي هنا. في انت ايه اللي جابك هنا انت بقى؟ ما انت عارف ان الجواهرجي بتاعي هنا. ايوه صح، ده الجواهرجي هنا. انا هستناك يوم السبت يا هاني. ايوه انا مستني، انا جاي. شفتي؟ معلش انا اسف. عايزه اقول لك ان انا ماليش اساسا ان انا اتكلم معاك في المواضيع اللي زي دي. بس احب اقول لك بقى يا متر ان انا مش التركيبه اللي ممكن يضحك عليها. ده ما انا عارف. طب انا اضحك عليك في ايه؟ انا ضحكت عليك في حاجه؟ اقصد اقول يعني لما مزه تخصك وتقابلنا في مكان عام صدفه عادي يا اخي، ممكن تقول انها صاحبتك بتاعت دلوقتي، صاحبتك بتاعت زمان، انما ما تقوليش زبونه، عشان تصرفاتك مع زبونه هتختلف تماما عن تصرفاتك مع واحده معرفه. على فكره يا هاني، انا عايزه اقول لك ان انا ما بكرهش في حياتي قد كده، فعشان خاطري لو سمحت اوعى تكذب عليا تاني. بس انت عارفه بقى؟ دي فعلا زبونه. ازاي فندم البنك يوافق على قروض ب 300 مليون دولار لمؤسسه تجاريه راس مالها 50 مليون بس؟ هو الدكتور فؤاد عازب هرب ليه؟ متورط في قضيه القمح المشع؟ ما اعتقدش. الدكتور فؤاد ما كانش راجل وحش، لكن اتجرجر واحده واحده. يعني ايه اتجرجر؟ ازاي يعني؟ سلطاتك في البنك واسعه ملهاش حدود، تقدري تدي قروض لناس ما تستحقش، وتمنع القرض عن اللي ما يعجبكيش، ومجلس الاداره ما بيتدخلش الا لو في فضيحه هتاثر على سمعه البنك.
بس الواحد لازم يحكم ضميره طبعا. في مركزك ده بتتعاملي مع ناس معدومة الضمير بذكاء فطري، وممكن يعملوا أي حاجة عشان يوصلوا للي هم عايزينه، واللي يقف في طريقهم يضيعوه، ينفوه أو يقتلوه. يقتلوه يعني إيه؟ معقولة؟ أنا كنت في يوم من الأيام في مركزك، وقفت موقف تحدي مع مؤسسة ضخمة، حاولوا يقتلوني فقتلوا مراتي. بسم الله، للدرجات يا فندم؟ ومحدش قدر يثبت عليهم حاجة، هم أفلسوا وأنا خسرت عيلتي. على كده بقى الواحد لازم يكون حريص جدا. أنت بتتعاملي مع ناس الفلوس عندهم حياة أو موت، اعملي حسابك ما تقربيش كتير من شريان حياتهم. ازاي بس هو شريان حياتهم دوت في ايديا يا فندم؟ اذا قلت في الاول لا مفيش مشكلة، لكن لو وافقتي واكتشفت انك غلطانة ما ترجعيش في كلامك الا بحرص شديد وبموافقتهم مش غصب عنهم. ملف المؤسسة بتاع فخر جروب اللي قدامي ده كله تجاوزات، اعمل فيه ايه؟ دي مؤسسة خطيرة وشرسة. ريتك بتخوفني ولا ايه؟ عاوزك تاخدي وقتك وتصاحبيهم وتشرحي لهم مشكلتك وتطلبي منهم يلاقولك هم الحل. بس دي حكاية صعبة قوي فندم. لو كانت سهلة ما كناش احتاجنا لا علمك ولا ذكائك. مش هينفع يا مفهد. هو اللي ما ينفعش يا دكتور؟ هو انا بطلب سلفة من البنك ليه؟ ما هو يا اما مزنوق يا اما عايز ازود بضاعة. البنك مش ممكن يسلف المبالغ الكبيرة قوي دي عشان مجرد انك تزود بضاعة. اقولك على حاجة، يحطوا ايديهم على الارض والبيوت اللي عندي ويدوني المبلغ، لما ما بقاش اسدد يا ستي يبقوا يسحبوه. يا عم فهمي، البنك مش بيتاجر في اراضي، البنك عاوز يضمن ان فلوس العملاء اللي ليهم ودايع ترجع لهم وعليها مكاسب. ما تقولها الحقيقة يا فهمي. مش هيدونا ولا مليم يا فلح. حقيقة ايه؟ ما هو كده فعلا البنك مش هيديك ولا مليم. يا فهمي دي بنتنا، قول لها انت ناوي على ايه وهي هتساعدك. عايزه الصراحه يا دكتوره؟ من غير الصراحه مفيش حاجه بتنفع. شوف يا ستي، انا والحاج بدر عملنا شركه جديده. قولي لي بقى، فيه بنك بيدي سلفه لشركه جديده؟ والله ده بيعتمد الشركه دي عاوزه تعمل ايه واهدافها ايه. احنا يا دوب اشترينا 10 فدادين في طريق الفيوم، لسه صحرا زي ما هم، ما عملناش حاجه. ايوه يعني هتعملوا ايه بالفدادين دي؟ احنا يا ستي بعون الله هنعمل مصنع غزل ونسيج زي بتاع المحله بالظبط. اصل الحاج بدر ليه ابن اختي في المانيا، بعت له قال له ان فيه هناك مكن اوتوماتيكي بيغزل وينسج في وقت واحد. احنا بقى فكرنا قلنا ايه، احنا لو بنينا المصنع والمكن دي جه واشتغل، احنا باذن الله بعد المصاريف كل طلعة شمس هنصفي 20,000 جنيه. أجيب لها الكتالوجات يا فهمي؟ هاتيهم هاتيهم يا رؤية. ماشي. تعرف يا دكتورة، أنا والحاج بدر عمالين نلم في العملة الصعبة اللي في السوق على آخر جهدنا. مش بس كده، ده احنا كمان بندور على مهندس ميكانيكي نبعته ألمانيا عشان يتدرب على المكن في الشركة هنا. مهندس؟ أنا عندي المهندس ده. يا أختي إيدي على كتفك، ده احنا بقالنا مده بندور مش لاقيه. خلاص اسمع يا مفهد، انت من بكره تقدم على طلب جديد تاني. ايوه انا هعمل لك قرض في هيئه الاستثمار وباليورو كمان، من غير ما تحتاج تقدم بيتك ولا ارضك كضمان. الله يسترك يا اميره يا حبيبتي، ده انا كنت حاطه ايدي على قلبي لنخسر كل اللي ورانا في الحكايه دي. ها قولي هتحتاج المهندس امتى؟ والله لو انت ضمننا السلفي ليك عليها صفره لك من بكره. وانا من بكره ضمن لك السلفي. يسترها معاكي يا اميره يا بنت رؤية. لا يا حبيبتي، حسين قاعد في اوضته. حاضر هندهولك يا حسين. حسين؟ نعم يا اما، في حاجه؟ بشرة خير، تعالى تعالى رد على الدكتوره اميره. اميره؟ اهو. الو اميره، ازيك؟ لا انا فايق، بس انا ما بعرفش الماني. لا لا طبعا هروح له. النبي يا اما ورقه وقلم بسرعه لو سمحت. ها بعينيك. ايوه اميره صدقيني هروح له. انا بقول لك كده ايه؟ لا يا اميره
صدقيني اللي هيشغلني هيكسبني وهتشوفي بنفسك. تعالي بقى موريكي الكمبيوتر بتاعي. متشكرة قوي قوي بالهنا والشفا. اتفضلي. حقا يا أميرة أنا مش مصدقة إن أنتِ عملتي ده كله لوحدك. يا عملت حاجة أنا اللي عامل كل ده. ولا صدق. طب اسأليها كده. طب مين يا أميرة اللي جاب الجاتوه والتورته؟ مظبوط. اتفضل اتفضل. أشكرك. يا باشا شرفتنا والله. شفت يا هاني؟ شفت الهدية اللي جابوها لنا؟ الله ما هو فخري بيه قدها ودود. مد ايديكي جواها كده هتلاقي ثلاث ساعات رولكس، واحدة لكل واحد فيكم. أنا آسفة أوي، أنا مش هقبل الهدية دي. أنت بتقولي إيه يا أميرة؟ يعني يأكل الناس من القمح المشع اللي يجيب لهم سرطانات ويجيب لنا احنا هديه بربع مليون جنيه؟ فخري احنا بنتهزق ولا ايه؟ الحقيقه احنا اللي بنتهزق، جايين تهزقونا في بيتنا كمان. يا ترى دي بقى رشوه ولا كسر عين؟ هتطلب ايه مننا بعد كده يا فخري بيه مقابل الهديه العظيمه دي؟ سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قبل حصانين وجريتين من المقوقس لما كان بيحكم مصر، والحاجات دي كانت غاليه قوي زمان. وبعدين الواحد بيدي الهدية على حسب إمكانياته ومعزة اللي بيهديها له يا دكتورة. يعني مراتك بتحاسب على كيلو اللحمة وحضرتك بتعزنها بربع مليون جنيه؟ لا فقر ولا بخل، أنا بس ما أحبش أتكرت على قفاي. هديتك مقبولة يا فخري بيه، الحقيقة إحنا مش عارفين نشكرك إزاي. ربنا يقدرنا على رد جمايلك. إحنا بس بنجاملكوا عشان بنحبكوا. مفيش بين الإخوات جمايل ولا حاجة، أنا بس في الحقيقة واخد على خاطري من الدكتورة أميرة إنها بتشك في ولائي وإخلاصي لمصر والمصريين. حضرتك معلكش أي مسؤولية يا فخري بيه، وأنا هثبت ده في المحكمة إن شاء الله. بس برضه هي عندها حق. أنا رئيس المؤسسة وأي حاجة تحصل في المؤسسة أبقى أنا مسؤول. بس في الحقيقة يا دكتورة دي مسؤولية اللي ما بيسموها يعني المعنوية، يعني مش مادية. سعادتك مش محتاج تشرح. أنا أحب أشرح موقفي للدكتورة أميرة وأنا متأكد إنها هتفهمني. لا أنا فاهمك كويس قوي يا فخري بيه. إحنا مؤسسة كبيرة. مؤسسة كبيرة قوي. لما يجي المدير التجاري ويقول لي أنا لقيت صفقة قمح رخيصة، أقول له برافو. أسقف له. المدير المالي يجري على البنوك يشوف هو هيمول الصفقة دي إزاي. إدارة التوزيع توزع القمح بمنتهى السرعة علشان خاطر السيولة. أنا كل اللي بعمله إن بتجيلي تقارير كل أسبوع أقعد أشوفها. لما بقى يطلع القمح مشاع ألاقي المدير التجاري فلسع على بنجلاديش والمدير المالي راح مانيش عارف فين، وأتحط أنا بقى في وش المدفع والجرايد تكتب بقى رئيس المؤسسة اللي هو أنا اتقبض عليه. يعني حضرتك عاوز تفهمني إنك ما كنتش تعرف إن القمح مشع من أساسه؟ طبعاً لا. أنا لو أعرف إن القمح مشع لا يمكن أدخله بلدي. يا دكتورة مصري دي أمي، حد يضر أمه؟ أنا بستعجب، أنت إزاي بتقولي الكلام ده؟ ده إحنا بالذات بنخاف على كل الناس أكتر من أي حد. وبعدين هو إحنا بنستورد القمح المشع بقى القمح اللي مش مشع بس، إحنا هنا بنستورد 78 نوع. كل نوع منهم كده اهو. مامي وليدة شقي قوي. شقي قوي؟ عمل لك ايه يا بت؟ يا ولا صبية يا ولا حرية يا ولا
صبية يا ولا من الجنة يا ولا يا ولا يا ولا جنب البيت دي قوي بين صعبة قوي صعبة 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 عليك انت الفلوس كده تيجي تقعد معانا على الترابيزه شويه مش ممكن يا بيه عشان تجري على طول عشان تلحق لمرتها في كوارير النسبه قلت لك صعبه هنشوف يلا بينا على كوارير النسبه احنا الشهر اللي فات حطينا اعلان في الجورنال جالنا ام لا اله الا الله مهندسين يسدوا عين الشمس كلهم ما يتخاروش عنك ايه تعرف الحاج بدر ما عجبوش ولا واحد فيهم مشاهم كله انت بتقلقني ليه بس يا حاج فهمي انت عايز نعمل ايه مصنع كومومبو هي فين كومومبو دي اصلا بس يا سيدي كومومبو دي في اسوان المهم المصنع دي انت اللي جددته وركبت المكان بتاعه اللي جاي من فرنسا فاهم انت عايز نكذب يا حاج فهمي ليه لا اله الا الله محمد رسول الله يا ابني مفيش بقول لك ايه انت عايز تشتغل ولا لا هموت على الشغل طبعا انت عارف يبقى خلاص خلاص يا باشمهندس لازم تكذب يا اخي مفيش شغل من غير كده طب سبت الشغل ليه بقى؟ أمك يا سيدي راسها وألف سيف اللي انت تقعد جنبها في مصر وما تتعتعش أبدا وما تروحش الصعيد دي خالص. إيه حاج بدري جه أهو أهلاً 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 إزيك يا حاج؟ إزيك يا حاج بدري؟ باشمهندس إزيك؟ اتفضلوا اتفضلوا. روح أنت يا داليا وابعتي لي علي. أهو دي بقى يا سيدي الباشمهندس حسين. بقول لك إيه؟ مفيش حد هينفعنا غير ما انت عندك مهندسين زي الفل اهو ومخبيهم علينا بقول لك ايه يا باشمهندس ما تاخدش على كلامه هو لسانه بس حلو كده هو انا لسه نطقت عشان تحذره مني ايه تعرف يا باشمهندس الراجل الطيب اهو وش سمح ده اهو ابو لسان زي العسل ده اهو يا ليله سودا ومطينه بطين لو قصته بتبقى بالدم شوف يا باشمهندس انا النهارده جبت المقاول عشان يبني لنا المصنع على الارض سالني سؤال قال لي هتبني المصنع على 10 فدادين ولا 5 فدادين ولا فدان واحد بصراحة كده معرفتش أجاوبه إيه رأيك أنت؟ عشان أجاوبك على السؤال ده يا حاج لازم أعرف عدد المكن وأحجامه والمساحات اللي هيستغلها وكمان عدد العمال والمراقبين اللي هيشغلوا المكن ده غير مكاتب الإدارة وأحجامها وكمان هنبني مخازن عشان نخزن فيها الخام والمنتج قبل ما نوزعه وإذا كنا بقى هنعمل للعمال مطعم أو جامع أو كانتين لازم احسب كل ده يا حاج قبل ما اجاوبك على السؤال ده عفارم عليك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله يسلم لي عقلك النول افتحت يا اخوي افتحت وهبط ايه بط بقى لازم تمتحنه ايه ما فيش ثقه ما هو لو ما فيش ثقه ما كنتش شاركتك ده اولا والباشمهندس حلها لك والظاهر ان الباشمهندس هيشتغل معانا حلال مشاكل مش كده ولا ايه يا فهمي ربنا ان شاء الله يجعلني عند حسن ظنك يا حاج بدر ربنا مع المجتهد ولكل مجتهد النصيب خد يا ابني خد شنطتك دي انت هتديها له بعبالها كلها يعني انت كنت فهمت فيها حاجه يا بدر افضل ما فهمتش يا اخي انما اسرارنا كلها في ايه شوف يا باشمهندس الشنطه دي فيها كل حاجه المكن وكتالوجاته والرسومات وتكاليفه وكله وفيها قاموس باللغة الإنجليزية والألمانية عايزك بقى تقراها كويس قوي وتفصصها وتقول لنا نعمل ايه أميرة دي سكتها مش سالكة التعامل مع جوزها أسهل هتصعبها على نفسها وعلينا يا باشا جوزها بيعرف يلجمها لا مش قوي تعرفين مشكلتها ايه إنها مش طماعة النوع ده من البشر انا بكرهه قوي كلنا طماعين يا سعاده الباشا تخيل كانت عايزه ترفض الهديه اللي اخذناها لها عملت فيها مصلحه اجتماعيه قال ايه دي رشوه
لولا جوزها كانت نزلتنا بيها. في ناس بتطمع في فلوس وناس بتطمع في مراكز. وأميرة دي هتطمع في إيه؟ طمعانة تشغل مهندس قريبها. طب ما قلتلهاش تكلمني ليه؟ أنا قلت لها باشا، هي ما كلمتكش؟ لا كلمتك يا باشا لما كنا بنتعشى في الزيتونة. ده ساعة ما قامت وروحت. أيوه، وجوزها كان قاعد يقطم فيها قدامنا. راجل اللي يتنيل يسكت. لو وداد هانم فرحت لها الموضوع، أنا متأكد إن الدكتورة أميرة هتيجي وتبوس إيديها. وإذا رفضت؟ مش هترفض يا باشا. افرض يعني رفضت، يبقى مفيش قدامنا غير طريق جوزها يا باشا. جوزها مش هيعمل حاجة، ما تفهمه يا درديري. هي بصراحة شخصيتها قوية، وما أعتقدش إن جوزها له تأثير عليها. لا أنا بقى أعتقد. سيبوني أتصرف وهنشوف. الأصول أصول. ده يا حبة عيني وشه ليل مع نهار لازق في الدفتر اللي قدامه، ولا ايام الامتحانات، وكل ده على 250 جنيه عمي. يا عمتي مش احسن من قعده القهاوي؟ وبعدين يعني واحنا كنا طايلين. يا حبيبتي ده البنت اللي كانت بتشتغل عندي كانت بتاخد اكتر منه. هو مش حسين مبسوط؟ حسين متضايق ومحتار ومش عارف هيسد ديوننا ازاي. انا مش عاوزاه يفكر غير في الشغل وبس. هو فين؟ عاوز اسلم عليه. انا هروح اندهولك، بس لو نايم خليه مرتاح. شفتي شفتي يا اختي، الحاج فهمي جاب لكل عيل من عياله كمبيوتر، وراح باعت واحد بالمره لحسين. يرضيك الكلام ده؟ وده يزعل في ايه بس يا عمتي؟ هو عيل هيقعد يلعب على الكمبيوتر؟ هو الكمبيوتر للعيال وبس ولا ايه؟ ايوه، لوليد ابنك هو اللي يقعد يلعب ويفرح. لكن حسين خلاص كبر على الكلام ده. من غير الكمبيوتر البنك عندنا مثلا حاله يقف. الكمبيوتر النهارده في اي حته، من غيره ما ينفعش حد يشتغل خالص. كلمي مين يا ماما؟ اهلا دكتوره اميره، هنا قاعده بقى مستفرده بيها وسايبه لي جوه لوحدي. اهلا اهلا يا دكتور. اهلا بيك، ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، فرجت وبقت تمام. انا مش عارف اشكرك ازاي على جمالك دي. لا يا عم العفو، بس الحمد لله ما دام ربنا فرجها. ايه بقى، في حاجه مضايقاك ولا ايه؟ بص يا دكتور، وقفتك جنبي وانك تخرجيني من ازمتي وتساعديني ان انا اشتغل، ده جميل عمري ما هنساه. لكن فلوسك هسددها ازاي؟ ده انا محتاج عمر على عمري علشان اسدد كل اللي انت عملته لنا ده. يا سلام يا عم، انت هو حد كان طالبك بحاجه في ايه؟ وانا هستنى لما تطالبيني يا دكتور، انا كنت اروح فيها. يا اخويا بعد الشر عليه. ولا تروح ولا تيجي يا عم. قولي اخبار الشغل ايه بقى؟ الشغل كويس، انا مبسوط. انا مش عارف اقولك، انت اختصرتي لي سنين عمر. حاسس ان حلمي بيتحقق، ان ابقى مسؤول عن مصنع من اوله لاخره، وابقى عارف كل مسمار في كل مكنه. ده حلم اي مهندس يتمناه. امير، انا كل اللي قلقني حاجه. بقول لك ايه، اللي قلقك ده مش قلقني خالص. المهم انت تركز في شغلك. وبعدين عايز عم فهمي يشكرني اني عرفته عليك. طمني يا دكتور، ان شاء الله هبذل كل ما في وسعي. قولي بقى ايه حكايه الكمبيوتر دي؟ عم فهمي ورطني مع شريكه الحاج بدر، وقال له ان انا بفهم في الكمبيوتر. الكمبيوتر ده انا من ايام الجامعه ما كنتش بشوفه غير من بعيد. طب اسمع، انا اعرف واحد بيفهم كويس قوي في الكمبيوتر، لو وافق يساعدك يبقى بجد من حظك. انا هكلمه وارد عليك. لكن زي الفل. جميله. لا حلوه يا فتاح. يا علي مع الصبح، روح شوف المخبول ده عاوز ايه على الصبح. عينيا يا ست الكل. على فين يا اسمك ايه؟ ايه يا اخي، عايز اتكلم كلمتين. ست الكل ما عندهاش وقت للكلام. بقول لك ايه، كنت عايز اعرف بس هي بتاخد كام؟ بتاخد كام في ايه؟ برايفت دانس. يعني ايه؟ يعني ترقص لي رقصه خاصه، تاخد فيها كام؟ لا بقول لك ايه، اوعى تنسى نفسك، ده احنا الشرف كله. يا عم انا جيت ناحيه شرفك. عاجبك كده؟ اعمل ايه انا ايه بقى دلوقتي؟ تعمل ايه في ايه؟ ما معيش فلوس اركب، ممكن توصلني؟ تعال. هو لازم يعني البنك ده؟ ما تشوفه بنك تاني. عايزين 20 سنة كمان علشان نوصل للائتمان اللي وصلنا له في بنك التعامل. على فكرة يا فخري، البنت دي مش سهلة. لا ما هو بقى البركة فيكي. في ناس لما تخدمهم يكرهوك. ايه ده؟ ازاي بقى؟ ما يحبوش يحس انه في حد احسن منهم. وتفتكري الدكتورة أميرة دي من الصنف ده؟ من الصنف ده. يعني لو احتجت لها ولا طلبت معونتها
بحبك. اسمع كلامي انت بس. وبعدين ندور على شغلانه لواداري بصايح ده. وانا بقول لك انها مش هتوافق. لا يمكن توافق انك تخدم قريبها. طب ايه رايك بقى انها بتتحايل على باسم؟